غصب عني. يعني في بتقول بالخط العريض لولو مشروع نجمي من اكتشاف ماما زوها. اثنين، تحول ايجابي شبه كامل لصالح تحالفنا. مثل كأنه عقلتها عم يكبروا، وطبعا ماما زوها لعبت دور مهم بهالتحول. ثلاثة، لولو أنا مستمرين بالمعركة الفنية مع المدعو زوجي، وبفتكر بلش يهرهر ويفكر بالهريبة كالغزال. مرمرت قلبي وقلب مرتك وغرقت لشوشتك بحب نرجس. مش رح أني خدماتك، لكن بدي مرمرك على المسرح. مرمر زماني يا زماني مرمر، لولو يا لولو أنا مظلوم ومعتر. أعطيني مواقف عاطفية من يلي بيحبهم قلبك. سأكتب لكما حوارا يجعلها تكتشف إنها تحبك من قبل أن تولد. لولو أملنا المشترك يا أستاذ الأساتذة، فعندما تمكنني من السيطرة على قلبها وإدارة مسرحها سأضرب ضربة القاضية وأتخلص نهائيا من ذاك المحتال الطويل. ما كان أملي تتخلي عني بهالشكل الدراماتيكي. حاجة تعاتبني يئست من العتاب. اقبل استقالتي. لا. إذن كوني نجمة فريق عملي. لا. زمن غدار ما له خل ولا صاحب. نجح المتآمرين علي، الله يسامحك يا بنت حماتي. خليك موزون ولا تحكي كلام غلط على زوجتك. انت تأمرت على نفسك وخلي نرجس تنفع. عم يفكر يترك العمل. غلط غلط، تعب من جو التحدي. المفروض يستمر لأنه بالنتيجة هو الربحان. وشو الفايدة إذا ربح لوحده وخسر وحدة الفرقة؟ ما في فرقة موحدة مع روان بعد اليوم. نرجس طلعي من فخ الحقد والأنانية. لا بقدر أقول كرهتك ولا بقدر بعد حبك. شي بيفرح القلب أني أسمع منك هالكلام عن بنت حماتي. هي كانت مغشوشة وأنا كنت مرعوشة واتنيناتنا اكتشفنا بعضنا. بهنيكم على هالإنجاز التاريخي. عملك على المسرح رح يفضل على حاله لأن المنافسة رفعت حرارة الجمهور وشباك التذاكر، وأنا هيك كتير سعيدة. على حساب تعاتي، أنا ما بتحمل شوفك خصمي قدام الجمهور. ليش؟ قديش ساعة معك؟ رجع يتمسكن حتى يتمكن المحتال. اسمع يا ظالمني، بيني وبين زوجتك صار في معاهد صداقة شخصية، كل اللي بينا انتهى والماضي كان أوهام. الثعلب المكار. عم تبكي ندم؟ لا، بس دموع الفرح حرحروني. مبروك عليكم معاهدة الصداقة، أنا من زمان بتمناها. على الأقل طلعت بريء من أي اتهام بشوه احترامي إليك. لكنك مش بريء من غير اتهام. صدقيني أنا مظلوم بالنسبة لنرجس. هالأمر ما عاد يهمني. تفضل روح شوف شغلك. حاضر. باطل عالرجال. بس ليش العجب، طول عمره الجاسوس ما بيدخل من باب وراسه مرفوع. أي هذا الشاكي؟